حول هذا الموضوع ينضم إلينا من ريف حماة مراسلنا بلال الغاوي. بلال، بعد التحية، تفاصيل أكثر حول القصف الذي تعرضت له المنطقة منزوعة السلاح. نعم، مساء الخير لكم. بعد يعني ما تقدمت وسيطرت ميليشيات النظام على القطابية بجبل شحشب وبريف حماة الشمالي الغربي، اليوم جددت الطائرات الحربية السورية سيخوي 24 وسيخوي 22 ولام أيضا 39 المعروف الحربي الرشاش. عداكم عن الطائرات الحربية الروسية بجميع أنواعها والطائرات المروحية، اليوم جددت غاراتها على قرى جبل شحشب ومدن وبلدات منها الأطامنة، كفرزيتا، خان شيخون، كفرسجنة، الهبيط، حيش، معارض حرمة، إيرنباك، كفرنبل، وترملة العاس. جميع المناطق في ريفي إدلب وحماة تعرضت لقصف مدفع وصاروخي ومن قبل الطيران الحربي والسوري أيضا. لم يتوقف القصف ولو لحظات، يعني استمر القصف لعدة ساعات منذ يوم أمس حتى هذه اللحظات، لم يتوقف القصف، استمرت عمليات القصف قرابة 24 ساعة لم يتوقف ولو لاحظة واحدة. الجميع يشارك في هذا القصف، مدفع 130 شارك في القصف، رجمات الصواريخ، مدافع 157، صواريخ محملة بقنابل العنقودية، صواريخ محملة بقنابل الفوسفورية المحرمة دوليا حقيقة. جميع القصف يتركز على المدن والبلدات والقرى التي تم تهجيرها، الأراضي الزراعية أيضا نالت نصيبها، يعني التي نظام يمارس عملية القصف، خاصة ما يعرف في هذه الأيام هي أيام حصاد المواسم مثل الشعير والقمح. طيب، النظام استهدف تهجير الأراضي الزراعية منذ أكثر من أسابيع، وحتى هذا اليوم لم يتوقف عن قصف تلك المواسم. طيب، هذا من ناحية اليوم تم من ناحية ميدانية ومن ناحية يعني الكثافة المدفعية. تم اندلاع حريق هائل جدا جدا في هذا اليوم، الحريق أكبر حريق منذ أيام حتى هذه اللحظة. عملت يعني فرق الدفاع المدني مباشرة توجهت إلى تلك المنطقة وقامت يعني بإخماد تلك الحرائق بمساعدة من قبل الأهالي والمدنيين من تبقوا في تلك المنطقة. طيب، الفصائل العسكرية يعني قامت بالمقابل بالرد على تلك الاستهدافات، قامت باستهداف مدفع 130 محمل أو مجنزر وهو صنع روسي، وأيضا قامت باستهداف قاعدة أو دبابة لقوات النظام على تل هواش بريف حماة الشمالي. طيب، الوضع المدني أو الإنساني في ريف حماة أو إدلب معدوم بشكل كامل، يعني خروج كافة مقومات الحياة الأساسية، الدفاع المدني، المشافي العامة الخاصة، النقاط الطبية، المدارس، مراكز المياه، الأفران، جميع الطرق الرئيسية أصبحت مستهدفة من قبل الطائرات الحربية والحربي الرشاش. المدن أصبحت يعني خالية تماما من أي تواجد مدني، القليل من تبقى في تلك المنطقة إلا حفاظا على السكن. تم تهجير يعني ما يقارب نصف مليون إنسان منذ أشهر يعني إلى المخيمات في الشمال السوري. الجميع يناشد الدول الغربية، الدول العربية من هذا الصمت. أين الدول، أين الضامن مما يحدث في ريف حماة؟ المجازر أصبحت بشكل يومي. ألم يتعهد يعني الضامن التركي المحافظة على أرواح المدنيين عندما تم تثبيت النقاط التركية منذ أشهر؟ أين هذا الضامن من تلك ما يحدث في ريف حماة؟ طيب، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، مراسلنا من ريف حماة بلال الغاوي.